نعم، إيش تبين؟ تبيني أقعد معك؟ ليش إن شاء الله؟ شو المناسبة؟ أنت كلها قاعدة بروحك، خواتر قد قلتها هي أقعد معك. يا حليلك، أنت الحين حاطة في بالك إن أنا متلهفة على قعدتك وأنطر خواتك ينامون علشان تين تقعدين معاي. أنت على وش شايفة نفسك؟ قولي لنا في قلبك كلمتين ويا غرفتي عشان تقولينهم. لا جد، أنا من زمان ودي أعرف أنت ليش غير عن عماتي. صاروا عماتك بعد؟ مو لأنك متعودة على الخدمة، من كذي كل الناس عمامك. بنات عمتي وأعتبرهم عماتي وهم عماتي، لأن ما شفت منهم غير كل خير إلا أنت. خلصين، إيش تبين؟ 100 ريال ولا عطر علشان أصير عمتك أنا بعد؟ المحبة مو بالعطايا ولا بالهدايا، هذي أنتي تجيتش كثر هدايا ما أحس إنك تحبين حد. أنتي يعلمونك علم نفس أول ثانوي؟ ما جاوبتيني على سؤالي، أنتي ليش غير؟ أنا غير، الله خلقني غير، شكلي غير، تكويني غير، جمالي غير، من الله. الله خلقنا كلنا مثل بعض، بس الجاهل يصور حق البعض إنه غير. أنتي اللي جاهلة وغبية وما يلوقك تمثلين دور المثقفة. انزين تعصبين ليش؟ احنا بنتناقش. انا ما اتناقش مع واحدة مثلك، يلا طلعي برا. واحدة مثل شلون؟ على قد حالها يعني؟ بس على قد حالها؟ تعالي شوفي وجهك، شوفي وجهك بالمنظار هذا وي؟ من غير ما تشوف، شكلي عادي وطبيعي، وتصرفي عادي وطبيعي، ما عندي شيء اخاف منه او استحي من الناس يعرفون. تعالي ايش قصدك انت بالضبط يا الحاقدة؟